نفذت عناصر تنتمي لجماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا هجوما على مدرسة داخلية للبنات في شمال شرقي البلاد. وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحي بوكو حرام فور اقتحامهم القرية بدأوا إطلاق النار وتفجير العبوات، ما أثار انتباه التلميذات في المدرسة العلمية الثانوية، فأسرعنا بالهروب من أساتذتهن قبل وصول المهاجمين إلى المدرسة. وأضافت المصادر أن القصد من وراء الهجوم هو خطف التلميذات، ولكن خططهم فشلت بعد أن تمكن الأساتذة من إخراجهن قبل وصول العناصر الإرهابية.